لا يفكر لا يكمل بخير اعتبرني من الملكية وهذا لحظة احنا اليوم في حفل ديال افتتاح محل ديال الحلاقه لاحد مستفيدين الجمعيه اللي كان في وضعيه صعبه، واليوم بعد ما الجمعيه اشتغلت في اطار يعني تكاملي مع جميع القطاعات الوصيه التعاون الوطني على رسوم يعني الاشراف المباشر ديال السيد العامل، ان الطفل هذا تم الادماج ديالو بعد يعني الحصول ديالو على دبلوم في الحلاقه من طرف مؤسسه التعاون الوطني. اليوم السيد عامل وعمل تزكنيت ملي كتبنى الاطفال في وضعيه صعبه وكتحدث ليه مشروع اللي هو صالون الحلاقه التجهيز ديالو وكذا، واليوم اللي كنتشرفوا بالحضور ديال السيد الباشا بصفته رئيس اللجنه المحليه المبادرة والتنمية البشرية بمدينة إنزكان بمعية أعضاء اللجنة المحلية على افتتاح هذا المشروع اللي غادي يساهم في اندماج ديال الطفل ولا الشاب اللي كان في وضعية صعبة في الحياة العامة، وكذلك غادي يساهم في الرقي ديالو بمستوى المعيشة ويضمن له استقرار بعد ما مجموعة ديال الخدمات اللي تقدمت ليه يستافد منها يعني داخل جمعية رابطة الخير. كيفاش الفكرة ديال الحلاقة خرجت بعدها من المستوى الخامس ابتدائي؟ الصراحه دوزت الخدامي بزاف وحتى حاجه ما عجبتني الصراحه. نهار درت التكوين ديال الحلاقه صافي تما الصراحه ارتحيت ليها وعطيتها وكملت فيها. قبل كنت في اصلاح ديال فاس وضربت فيها 3 سنين، ومن بعد جيت لاكادير مشيت للسونتر رابطة الخير لأشخاص وضعية صعبة، تما ضربت فيها 3 سنين تما الحمد لله فين طورت صراحة، تما فين طورت فين درت الحلاقة نيت وكملت فيها، والحمد لله قريت عام ونص في المدرسة وشديت دبلوم، وكانت عندي 3 سنين ديال لي ستاجير دخلة فيها ديال المدرسة. الكلمة التي نقول الشباب الضائع صراحة باقي واحد الفرصة كبيرة بزاف، غير بنادم خاصو كاينين مدارس كاينين سونترات كاينين شحال من حاجة باش يوقف الإنسان على رجلو، غير ما يضيعوش راسو وصافي والبلية وداك الشيء يبعدو على مصالحاش. اليوم جينا نحضروا الافتتاح ديال محل ديال صالون الحلاقه في اطار دعم الشباب ديال الجمعيه والشباب اللي كيعيشوا وضعيه صعبه، وضعيه الشارع. جينا هنا باش ندعموهم ونشجعوهم، وكما شفتوا راه لقيتوا تلقاو واحد المشروع اللي هو متكامل، واحد المشروع اللي هو كيضمن الرزق الحلال والرزق الكريم وواحد الحياه كريمه لواحد الشاب اللي هو في مقتبل العمر اللي تم الانقاذ ديالو من وضعيه صعبه اللي كان كيعيشها، وتم الادماج ديالو في الحياه الاجتماعيه والحياه الاقتصاديه. انا هنا بصفتي كنائبه مفوض لها قطاع الشؤون الماليه والمكتب ديال الشؤون الاقتصاديه كندعموا جميع الانشطه الاقتصاديه، كندعموا هذه المبادرات الطيبه والحسنه اللي قامت بها الجمعيه ديال رابطه الخير في اطار دعم هاد الشباب باش يوصلوا من واحد البر ديال الامان، واحد ويكون لهم مستقبل ويكون لهم امل في الحياه وامل في العيش والامل في الاندماج والانتاج والعطاء. انا فرحانه بزاف بمثل هذه المبادرات وبمثل هذا العمل اللي كيبان الاثر ديالو ملموس على ارض الواقع، وهذا هو اللي مطلوب منا كفاعلين جمعويين وكسياسيين، اننا ناخذ بيد هاد الشباب وخصوصا اللي كيعيشوا واحد الهشاشه واللي كيعيشوا ظروف اجتماعيه صعبه. هذا المشروع هذا راه كاين ضمن مشاريع عديده وفرص عديده اللي تعطات لهاد الشباب اللي كيعيشوا مثل هاد الوضعيات واللي تفتحوا لهم افاق جديده وحياه جديده وربحوا المستقبل ديالهم وربحوا الحياه ديالهم، وحنا ما عندنا الا باش ندعموهم ونشجعوهم ونواكبهم في جميع المراحل ديال الحياه ديالهم حتى نكونوا مطمئنين عليهم انهم غادي 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 يكونوا مواطنين صالحين، وانهم غادي ينتجوا لنا وانهم غادي يعيشوا في الوضعيه السليمه والوضعيه ديال العيش الكريم اللي هي كتستحقها كل مواطن في هذا البلد الكريم. المسائل القانونيه راه مضبوطه، غتخدم دابا بالقانون ديال الحمد لله اللي قلت شي بعد شي حاجه، ونتمنوك التوفيق الله يوفقك ان شاء الله. شكرا عليكم.